اش كتشوف سينما مغربي كيف دابا حنا كنصاوبو فيلم المواضيع اش كتشوف مواضيع اجتماعيه اللي تعالج هاد المشاكل ديالنا اللي عامره المغرب كله مشاكل وما كاين حتى شي حد اللي كيدير شي حاجه اللي كيفهموا بها الناس اللي كيدير شي حاجه كيديرها اما بعيده على المستوى ديال الفكر ديال هاد الناس او كتكون شي حاجه باينه كنعرفوها كلنا ماشي شي حاجه خص الواحد يبحث فيها ويعرفها وبزز منه خصو يعرف السؤال اللي موالفين كان طرحوه على الناس كلهم يتلاخينا بيهم وهو شنو نظرهم في السينما على العموم السؤال الثاني بصفة عامة و